مشاهدينا بنرجع مرة تانية، وبمجرد قدوم شهر رمضان الكريم بيتسابق المسلمون في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكافة أنواع العبادات والأعمال الصالحة. عايزين ننقل يعني هذا المعنى الجميل لأطفالنا لأولادنا في جميع المراحل العمرية، ونحاول نعودهم ونحاول نعلمهم الصيام ونعلمهم العبادات ونعلمهم ممارسة السلوكيات الجميلة السلوكيات الإيجابية. طب هنعلمهم ازاي؟ يعني يمكن دلوقتي الاجيال الحديثه عمليه النصيحه المباشره دي شويه بقت مش مقبوله قوي عندهم، ولكن فكره التقليد او فكره المحاكاه هي المطلوبه اليومين دول في هذه المرحله لاطفالنا وكمان لشبابنا، وبدايه فتره المراهقه مهم جدا ان احنا نغرس في اولادنا كل هذه القيم والمعاني الجميله. نعمل الكلام ده ازاي؟ ده اللي هنعرفه من خلال هذا اللقاء اللي بتسعدنا وبتشرفنا فيه الاستاذه دينا هلال اخصائي علاقات اسريه. اهلا بحضرتك معانا يا استاذه دينا، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بخير وسعاده. طيب اهلا، طيب بيكي طبعا، منوره الدنيا كلها. ميرسي، منورين بحضرتك. استاذه دينا، عايزين نعرف كده بدايه سن الادراك عند الطفل كام سنه اللي هي يدرك فيها معنى الصيام، فريضه الصيام، وبعدين نبدا نعوده بقى على الصيام مرحله مرحله. مرحله الادراك هو 5 سنوات. خمس سنين على طول مقتنع اللي هو ازاي اعلم ابني صيام. كتير جدا بيقولوا هو وقت البلوغ، لا، انا لازم اعلم ابني من الصغر، اللي هو احنا ما بنطلعش السلم مره واحده. احنا اول لما بنعلم اولادنا بنعلمهم الصحف، اللي هو ازاي يصحف عشان يعرف يمشي. هو ده بالظبط الصيام بتاعنا. هو الصيام مش اكل وشرب. ايوه، الصيام لازم نمنعه من السلوكيات الرديئه اللي هو بيعملها، من الشتايم، من الموبايل. نعلمه حاجات كويسه جدا في حياتنا. سلوكياتنا هي حياتنا. انا على طول بكون مرايه لابني، اعلمه ازاي بقى يصوم. ايوه، اخليه بالتدريج، اللي انا ما اخدهوش مره واحده اقول له يلا بينا على الصيام. احنا عندنا طبعا قبل شهر رمضان الكريم في شهر شعبان، لازم انا بكون بصوم واعوده اللي هو يسمع كلمه صيام متكرر في البيت. انا ابني لسه صغير 5 سنين، هو مدرك بس الادراك دوت اللي هو بيسمع كتير، لان اسمعه معنى الكلمه وافهمه اللي هو معنى كلمه صيام، اللي هو دوت من يعني اركان الاسلام الخمسه. الصيام واول ابواب الجنه هو باب الصائم، وهو الريان. لازم طبعا كل ده يكون عارف كل المعلومات ديت. صحيح. طيب استاذه دينا اسمحي لي معلش هقطع حضرتك في الحته دي، واحنا حضرتك بتقولي يسمع كلمه صيام كتير في البيت، برضو عمليه التقليد يعني مهم قوي. النصيحه المباشره دلوقتي ما بقتش مؤثره، لكن لما حد يقول له مثلا ايه تصوم مع ماما بكره، ايه رايك؟ انا هقعد مثلا لغايه اذان المغرب مش هاكل حاجه ولا هشرب حاجه، تصوم معايا على قد ما تقدر لغايه الظهر لغايه العصر. برضو ايه راي حضرتك في عمليه التقليد دي، او ان احنا ولادنا يبقوا معانا مش بكلام مباشر ولكن معانا في الافعال؟ قبل ما اقول ان انا ابني هيصوم وقت قد ايه، لازم الاول اشوف جسمانيا هو هيساعده في ايه. انا في طبعا اولادنا كلهم مختلفين. في جسم ضعيف وجسم يستحمل وجسم ما يستحملش. انا لو جسم ابني يستحمل انا ابدا معاه ساعه في اليوم، انا مش هخليه لحد الظهر. هو مثلا لو بيصحى الساعه 9 اخليه لحد الساعه 10. كل يوم اواصل الوقت نص ساعة. هيتعود. انا اعرفه طبعا، احنا بنتكلم عن التقليد. التقليد فيه التقليد السلبي وفيه التقليد الايجابي. امتى انا اخلي ابني يقلدني كتقليد ايجابي؟ انا دلوقتي واقفه في المطبخ بعمل فطار او بعمل غدا او بعمل اي حاجه في اليوم بتاعي، انا هقول له امسك الموبايل. اوكي، امسك الموبايل مش عشان حاجه، انا هشغل له قصص الانبياء او قصص شهر رمضان، واقعد معاه 10 دقائق بالظبط واسحب نفسي تاني واروح اشوف انا بعمل ايه، واقول له بس انا عايز اعرف منك حاجه، انت استفدت ايه من اللي انت سمعته؟ صحيح. وتعالى قول لي او احكي لي على القصه اللي انت سمعتها بطريقتك انت. أنا كده بخليه يشاركني على فكره. بس يشاركني بطريقه ايجابيه. في حياتنا. انا فكره حلوة. مش فاضيه دلوقتي. انا مش فاضي دلوقتي ان انا اقعد اسمع، مش فاضي دلوقتي ان انا اعمل حاجه، انا هخليك تسمع وتعالى قول لي انت استفدت ايه. طبعا هيستفاد وهيجي يبقى فرحان جدا وهو بيحكي لي. جميل. احنا كده خدنا وقت اللي هو اتفرج على الموبايل لمده ساعه واستفاد منه. دخل المطبخ معايا قاعد يتكلم معايا ويحكي لي اللي هو استفاد منه كده ساعتين. باقي اليوم هنعمل ايه؟ اكون طبعا انا خلصت المطبخ بتاعي. نبدا بايات بسيطه من جزء عامه. ايات اصغر ايات، قعد ابني جنبي واقعد انا وهو نقرا القران. انا كده علمته حاجه ثانيه هيتعودها يوميا اللي هو قراءه القران الكريم. الله. لما انا اتعود قراءه القران الكريم انا كده بعلمه كمان اللغه العربيه بتاعتنا. صحيح.
انا دلوقتي عندنا فروض الصلاه اللي انا لازم اعلم ابني كل ما يخش الحمام يتوضى. كتير يقول لي ليه بتعلمي ابنك كل ما يخش الحمام يتوضى؟ عشان يبقى جاهز للصلاه في كل وقت. انا كده بعلمه اللي هو العصر اذن انا متوضي، الظهر اذن انا متوضي، بعلمه النظافه العامه وضوءنا يعني النظافه بتاعتنا. طيب فكرة لما بنقول القدوة برضو، فكرة الراجل اللي هو مثلا بيروح يصلي الفروض في الجامع أو فرد أو فردين، المغرب، العشاء، صلاة التراويح، فكرة إن هو ياخد ابنه معاه الجامع دي برضو والمسجد، دي فكرة الحقيقة جميلة جدا. برضو من سن كام يقدر الطفل يروح مع والده الجامع، بس ما يبقاش السن اللي هو هيعمل شقاوة أو هيعمل حركة علشان برضو ما نسببش إزعاج للمصلين الآخرين؟ يعني برضو دي نقطة مهمة جدا، يمكن الكتير يعني مش بياخد باله ان هو ياخد ابنه، وابنه ده للاسف بيبقى شويه متحرك شويه شقي، فبيعمل برضو مشكله للمصلين الاخرين. فاحنا لا، احنا عايزين نعود اولادنا ولكن برضو في اطار من الهدوء وما نزعجش الاخر. السن المناسب لنا اروح مع بابا المسجد هو 7 سنين. 7 سنين لنا طبعا فاهم كل حركه انا بعملها هتوصلني لايه. وانا كمان في حاجه اسمها ارشادات اسريه. لان المكان ده مكان مقدس ليا، ممنوع فيه لعب، ممنوع فيه صوت عالي، هو المكان دوت اللي انا رايح اصلي عباده، قراءه قران كريم، اسمع حديث، اسمع درس. انا بفهم كل دوت لابني مع يعني مع الاستمراريه كل دوت هو هيتعلم. مش في يوم وليله انا هقول له تعالى اوكي تعالى معايا المسجد تمام مفيش مشكله، وانا ماشي في الطريق هعلمه اللي انا رايح اصلي المفروض نبقى هاديين، البيت ده بيت ربنا، البيت دوت دروس قرانيه، في مكان مخصص للعب، في مكان مخصص للكلام. كل دوت لازم نعلمه لاولادنا، وان كل خطوه واحنا رايحين الجامع يعني بناخد عليها حسنه، بناخد عليها حسنه. سبحان الله، يعني كل خطواتنا وكل نيتنا في التوجه لاداء الصلوات في المسجد ده امر يعني مهم جدا جدا ومحبب الى الله سبحانه وتعالى. طبعا برضو نقطه ثانيه عايزين نشارك اولادنا فيها، وهي اعمال الخير وما اكثرها في شهر رمضان. ومصر بلدنا الجميلة مليانة بأهل الخير ومليانة بأعمال الخير الجميلة جدا. برضو مشاركة الأطفال ومشاركة برضو المراهق أو بداية سن المراهقة ما بين 12 و16 سنة، المرحلة دي مهمة جدا يا أستاذة دينا برضو في تكوين شخصية الإنسان في المستقبل. كان زمان أيام تيتا كده، كان تيتا عندها طبق اسمه طبق الدوار. يعني كنا فاكرين ان الطبق الدوار ده اللي هو بيرف على جيراننا كله. كنا بنتخانق عليه مين هيودي الطبق وهناخد الطبق من الجاره، الطبق فيه ايه. احنا لو رجعنا بالطبق الدوار ده تاني هو ده الخير. اللي انا احب الخير لغيري اللي هو جاري، صاحبي، اخويا، اختي، اي حد متواجد معانا. في كمان اللي احنا ممكن نعمل حاجه حلوه جدا اللي هو نعمل برقيه. انا ابني عنده 5 سنين، اعلمه يعمل برقيه لصاحبه، برقيه لبابا. اللي انا اخليه يرسم، مفيش مشكله حتى لو رسمه بسيطه لو وحشه حلوه، واخليه يكتب. المهم انها حاجه بايده يعني. دي برقيه لشهر رمضان. بابا ياخده يعرفه يعني ايه رمضان. رمضان ده فرحه وخير وسعاده. لا انا اخده ازور بابا وازور ماما واخد لهم معايا هدايا بتاعه رمضان. اعلمه اللي هو يقف في مكان معين اللي انا اقدم وجبات الخير. وجبات الخير دي كلنا طبعا لازم نقوم بيها. هو من هنا الا من رحمه ربه، يعني كلنا طبعا طبعا كل مش واحد القادر يعني. بس حتى الشخص اللي مش قادر نعمل، احنا كنا بنعمل اكل طبق بسيط من اللي احنا بنعمله لجاري. اتفضل ودي الطبق ده لجاري. انا كده بعلمه ايه؟ المساعده. صحيح. لو شفت جارك هو طالع ماسك طلبات ومش قادر يشيرها، ساعده. ابتسم، ابتسم في وجه اخيك، صدقه. لازم كل دي الكيان بنغرزها في قلوب اولادنا. هيعرفوا من هنا الخير. صحيح صحيح. وحضرتك اشرتي المثل بسيط جدا وجميل، يعني حتى لو الاب مثلا شاف جاره حد كبير في السن وشايل طلبات، هو مش هيقول لابنه تعالى، هو هيقول له ايه؟ تعالى معايا يا حبيبي عشان نساعد عمه جارنا ده مثلا راجل كبير لازم نساعده. فلما شوف الأب بيساعد ومقدم على عمل الخير، الابن على طول بقى زي ما بنقول فعلا هيقلد باباه ان هو يعمل الخير ويعمل المساعدة. ده يعني أمر مهم جدا في عملية التقليد والمحاكاة، ده شيء رائع يعني. ما هو هنا التقليد، احنا لازم نكون مراية صح لأولادنا عشان ما نرجعش نقول انا ليه ابني ما ينفعش انا اكون قاعدة على الموبايل 24 ساعة وفي الاخر اقول لابني معلش ما تقعدش على الموبايل. انا حتى لو طبيعة شغلي على الموبايل لازم اعرفه اللي هو ده شغلي، قاعده جنبي. صحيح. واعرف له ده شغل. مش احنا ازاي نحدد وقتنا على الموبايل؟ ليك نص ساعه، النص هتجيب بعدها يعني. احنا ممكن
ما ينفعش اسحب الموبايل من ايد ابني مره واحده. أيوة. اكبر يعني انا دلوقتي عندي ادمان، انا مدمن. في ادمان عندنا مختلف، ادمان موبايل طبعا. أيوة. بقى جزء من ادمان في حياتنا، اللي هو كل واحد بقى منفصل في اتجاه تاني. لا احنا عندنا شهر رمضان بجد، لو احنا استغلينا اول يوم، عندنا من شهر شعبان، لو احنا استغلينا من اول يوم لحد رمضان احنا كده عندنا 60 يوم. لو احنا استغليناهم صح في حياتنا بجد هنتعود على حاجات كتير حلوه. صحيح صحيح. طيب استاذه دينا، برضو دايما بنقول عايزين رمضان يكون بدايه خير لينا، بدايه موفقه، بدايه تغيير عاداتنا وسلوكياتنا الى الافضل والاحسن، ونستمر بها طول ايام السنه. يعني للاسف البعض بيتحلى بالسلوكيات الايجابيه والتسامح والسلام وكل هذه المعاني الجميله في شهر رمضان. طبعا. وبعد رمضان خلاص كل سنه وانتم طيبين. صح الاستيك. هنبدا بقى الايام العاديه. لا احنا مش عايزين كده، وربنا سبحانه وتعالى فرض علينا هذا الصيام في شهر رمضان عشان فعلا يكون بدايه للتغيير والتحلي بالصبر والتحلي بكل هذه العادات الجميله. ازاي ننوي كده نيه ونعقد العزم ان رمضان هيكون بدايه تغيير للافضل ويستمر معانا طول ايام السنه؟ انا عايز اقول كلمه واحده بس، ان شاء الله. هو ربنا موجود دور السنه ولا موجود في شهر رمضان بس؟ ونعمه بالله طبعا. هي دي، احنا لو احنا اقتنعنا بالكلمه دي اللي هو ربنا على طول شايفنا في حياتنا على طول، مش شهر رمضان اللي هو لازم نصوم ونصلي ونبقى كويسين وتسامح. طبعا التسامح، انا على طول بقول التسامح رحمه، احنا بنتعلم التسامح من ربنا. احنا كبشر ربنا بيسامحنا كم مره، احنا بنغلط كم مره وربنا بيسامحنا كم مره. احنا كبشر مش هنعرف نسامح بشر زينا؟ صحيح صحيح. هو ده التسامح في حياتنا، لازم نسامح بعض على اقل حاجه. في حاجات كتير بتبقى في حياتنا ما نعرفش نسامح فيها، من غصب عننا بنبقى شايلين، بس برضك ربنا غفور رحيم. صحيح. لازم نغفر لغيرنا عشان ربنا يغفر. جهاد لنا. النفس بقى يا استاذه دينا، يعني ده اسمى واجمل معاني جهاد النفس، ان احنا بنجهد انفسنا على التسامح وعلى ان احنا ننسى نسيان الاخطاء، نسيان من اساء الينا، ونبدا بالاحسان وادفع بالتي هي احسن. ده امر مهم جدا. الهدوء النفسي في حياتنا اصلا عامل اساس لكل ده. انا طول ما انا هاديه نفسيا انا هكون هاديه مع غيري. انت يا حضرتك بتقولي ازاي نعود نفسنا وننوي النيه. انوي وانت بتصلي اسجد ربنا وادعي يا رب اصلح حالي وحال امتي. يا رب امين يا رب. يعني امتنا كلنا ربنا حالنا يتظبط. انا لو جوايا النيه والله العظيم بتكلم بجد، احنا هنصفى لبعض. هنصفى لبعض، مش انا بكلم اخويا او بكلم اختي وفي الاخر من جوه الخبص ماليهم. طيب ليه؟ احنا عايشين لحد امتى؟ احنا حاجه مؤقته، احنا فتره مؤقته عايشين. احنا لو عشنا وفكرنا اللي احنا كنا رايحين هنبقى كويسين مع بعض. صحيح صحيح. طيب نختم لقائنا الجميل ده بسؤال بسيط، وهي عمليه تعديل السلوك او تغيير السلوك للافضل. في كتير من اطفالنا ومن الشباب برضو في المرحله دي، يعني شويه ممكن يكون بيكذب، شويه ممكن يكون يعني مش بيقول قوي الصح مع مامته. ازاي برضو نخليه في بدايه شهر رمضان، لا خلاص بقى احنا هنعدل سلوكنا، كل الحاجات اللي كنا بنعملها مش هنرجع لها تاني. والام تقول له يعني انا عارفه ان كان في، مش عايزين نقول بقى كذب، بعض التجاوزات او بعض الاخطاء. يعني فكره تعديل السلوك ازاي بقى دي تكون في شهر رمضان مع اولادنا؟ احنا عشان نعالج كلمه كذب لازم نعرف الاول سببه ايه. السبب الاساسي اللي ابني يكذب انا الام والاب. هو مش هيكذب من نفسه، الخوف او الترهيب. الخوف صحيح. عامل اساسي اللي هو انا ليه اخلي ابني يخاف مني؟ انا ليه ما اروحش اصاحبه؟ اخليه انا وهو اصحاب حتى لو هو بيعمل حاجه غلط. صحيح. يعني اكلمه بالروح. يعني لو ما خدش المعلومه مني هياخدها من مين؟ هياخدها من صاحبه، ممكن صاحبه يدله بالغلط. صحيح. طيب تمام، انا اقعد مع ابني نقول له يلا بينا احنا داخلين شهر كريم، نبدا صفحه جديده. ايوه. نتسامح مع بعض. على فكره مش لازم اقول له كده هيسمع كلامي. هو اكيد خايف برضه، هيجي مرحله يعني تدريجيا، بس اهم شيء الهدوء. هرجع تاني اقول الهدوء اللي انا ببقى هاديه جدا مع ابني. احنا عندنا فتره المرحله صحيح. العمريه بتاعت المراهقه ديت اخطر مرحله في حياتنا. صحيح. عموما دي مرحله مهمه جدا، عايزين لها حلقات مخصوصه طبعاً دي يا استاذه دينا طبعاً. هنتكلم فيها ان شاء الله علشان نكون مطمئنين على اولادنا باذن الله طبعاً. احنا بنشكر حضرتك جدا الاستاذه دينا على هذا اللقاء القيم. وكل سنه وحضرتك طيبه وبصحه. يا رب. ميرسي جدا لذوقك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام لقائنا الجميل، ولكن عندنا لسه لقاءات قادمه جميله جدا قيمه وهادفه هنشوفها ونتابعها من خلال برنامجنا طعم البيوت مع زبلتي رباب.